الخبيث أن تعول علينا ونحن نعول عليكم. الحقيقة مش كيعول على الله إخوان، أنا عندي واحد سوء فهم قديم هو الإخوان في الجهات، خصوصا في كان عندنا الجهات ديال السحر كتكون ثلاثة الجهات، كانوا كيعتقدوا أنه المخاطر ديالهم يخصهم يتفاوضوا معه هو الفيدرالية في المركز، كيشوفوا أننا حنا تنملكوا. كان واحد المده كان خصنا واحد الوقت باش يفهموا انه راه حنا في يعني في نفس يعني الفريق اللي كنحاولوا اننا ندافعوا على المصالح ديال المهنه وديال المقاوله الصحفيه. نصعد في الجغرافيا أكادير مشهور مبارك، يعني أستاذ إدريس مبارك صاحب مجموعة صحفية مشاهير، قاد الفروع الثلاثة ديال الصحراء، أسسنا ثلاثة فروع في مدينة العالية، يعني طلب منا داك الشيء تنظيميا، هذا الشيء اللي غادي نديرو من بعد إذا كان غادي يدير لنا ساعتين ولا ثلاثة أسابيع، يومين. لا بس هذا لا يقول لأنه من ناحية الدنيا صحراويين يعني عارف إيش بيقول الصحراء كل شيء بيجي لنا سهل. فأكادير السيد إدريس مبارك كانت محطة جيدة من ناحية الدنيا وعمل هذا أفوز بوز ولا في الأسلاب بوز اليد في اليد ودازت الأمور بواحد السلاسة، ولكن اللي كان فيها مهم وغنتكلم عليه من بعد هو كان فيها واحد اللقاء مع جمعية رؤساء الجهات اللي هو يعني الباب اللي غادي ندخلوا منه ان شاء الله للتأهيل جهوي جهوي. فليتفضل سي عز مبارك. مشكور. شكرا السيد الرئيس، السادة الحضور الكرام. استحضر انا هنا بمدينة فاس في المدينة الحضارية العريقة ما قاله العلامة المختار السوسي في كتابه الإغريات: لما حملت بفاس استبدلت فكرة بفكرة. كان العلامة المختار السوسي وهو يتردد على المدارس العتيقة بمنطقة فاس كان نابغة وعلامة، لكن عندما حل بمدينة فاس غير فكرة، لأن وجد في هذا الفضاء مدينة منفتحة متسامحة. هذه تحية بخصوص إلى مدينة فاس. بالنسبة لتأسيس فرع جهة سوس مسا كانت محطة هامة جدا كما قال السيد الرئيس. هذه المحطة التي شهدت مجموعة من المقترحات ربما ستدشل الصحافة الجهوية من بعض يعني الركود والتهميش التي تعيشها، وهي بالشراكة مع مؤسسات الجهات، وسأترك السيد الرئيس خوض في تفاصيل هذا الورش الذي انطلق من مدينة أكادير. في الأخير أتمنى لجمعكم المبارك هذا كل النجاح، وأن تسيروا ضمن التوافق، وأن تكون هذه المحطة كذلك محطة معززة للمسار الجهوي لفيدرالية ناشئة الصحف المغربية. وأتمنى لجمعكم المبارك كل النجاح والتوفيق، وشكرا.